ازيكم؟ معاكم عمق الماهر. انا عايز اقول ان انا مسيطر على التشانل دي لمده اسبوع. اتقال لي ليك انتاج فيديو في الاسبوع ده. طب ماشي، فود بلوجر يا باشا، فود بلوجر. في كان يا صديق مره اتصل بيا، كان عايز يتغدى وبتاع، واصدني انا كنت متضايق ان انا مش قادر ساعتها اساعده على الغدا. قلت استغل الفرصه ديت واعزمه طالما على حساب الانتاج. رحيم، تعالى يا رحمان. يا رجال عاملين ايه؟ يلا رحيم يا جدعان، عايزين سفر. رحيم باشا، ازيك يا عم رحيم؟ عاملين النهارده؟ عامل روق عليك. ازيك يا عم رحيم؟ طمنا، عامل ايه؟ زي كل ماشي. ايه اخبار الاكل معاك؟ اهو كويس. انت بجد اخر مره اكلت فيها اكله تقيله امتى؟ اخر مره اكلت فيها اكله تقيله بامانه. اكله كده اللي هي قمت فيها برومبا كده، ولا سطور مش عارف والله، بس ممكن شهر مثلا. بجد؟ طب الحمد لله. سمك ورز وبتاع. طب لا الحمد لله، ده النهارده كلام تاني خالص بقى. محاشي بقى وودي ماشي، وودي اسرح، وودي بخيالك فين تاني. ها سكه المحاشي دي معروفه بقى، مشويات رومي بقى. لا مش رومي اكيد الانتاج. انت ايه؟ لا ودي يا باشا، متوقعش روم الصراحه. اتوقع كفته مثلا، ضاني. كفته حاجه كده. هتاكل رهيب. سمبوسك بقى والجو ده. هتاكل هتنبسط. هتاكل هتنبسط. هتاكل هتنبسط. دقيقتين بالظبط يا فندم. اوردر بتاعك هيبقى موجود. اوردر يا باشا. ده من المطعم والله. كل ده ب 50 جنيه؟ استنى اصلا، ما تاكلش الفراخ. بيقول لك دي كلها ب 50 جنيه. هم اليوم علاقات وبتاع، حاجات تبع الانتاج. تخفيض يعني. بوكس. بصراحه ايه؟ انا هنركن الرز والخضار عشان دي حاجه عاديه قوي بصراحه يعني. الناس دايما مش عايز خالص. انا ايه رايك تمشيني وتجيب القطه دي؟ تعمل معاك الرغيف. الفراخ بتحب الفراخ. انت مش فاهم حاجه. طب هو في لحمه في الاكل؟ مفيش لحمه صح؟ يعني نبقى ضامنين على الاقل الفراخ عادي. اللحمه ما فيهاش. انا مبسوط قوي والله. والله انا مبسوط. يلا ايه بس؟ فين يا عم الاكل يا عم؟ طعمه حلو قوي يا اسطى. ماشي يا عم خلاص، هو الاكل اللي هيجي لي غير ده؟ طب الزعيبة بنيه ولا ايه؟ ولا حاجة على الجو بنيه؟ يا اسطى انت عايز ريفيو ولا عايز تصور وانت بتاكل؟ احنا كده في تحدي تيك توك. ايوه ماشي. على اليوتيوب بنعمل ريفيو. اما الريفيو ايه؟ الريفيو بتدوق حاجة وتقول ده حلو، ده ملح ومش عارف ايه، ده طعمه ايه، ده بكام، سعره حلو سعره غالي. انا والله اول مرة انا بجرب. اول مرة تاكل ولا اول مرة تاكل؟ شكلك اول مرة تاكل. بقول لك ايه؟ لا ما تقول لي. ما انا والله ما اديهالك. ما استنى الريفيو بتاعك. اقول رايي دلوقتي ولا بعدين؟ لا تاخد حتة بعدها تقول. لا حتة. قديم امي. افرض انت في طعم جه في بقك وعايز تتاكد ان هو حاجه معينه، هتعمل ايه بعد ما اكلتها كلها؟ والله ما فاهمك. بس عايز اتنمل معاك حاجه. ماشي. لا خلاص انا مش قايل، دي مش ريفيو ده كده، احنا انا هسكت. لا والله. لا والله ما ريفيو. كل يا باشا وخلص ونشوف بعد الدنيا الاكل الدنيا عليه. هو بجد الريفيو بيتكلموا في نص الاكل؟ لا ما بيتكلموش زيك كده في نص الاكل. انا كده قلت الفراخ. ماشي. اسالني اهدى بقى. اسالك ايه؟ اهدى خلص كده وكل. ماشي. انت اكلت محشي؟ والله دقت. دي الكوسه. بس دول ايه دول؟ طعمين قوي. ماشي. والله يعني مثلا بص، جوسي اهم حاجه جدا يعني، فاهم اللي هو ايه ده؟ الخضار جوسي برضه. لا لا ايه ده؟ الخضار جوسي برضه. ايه خضار ايه؟ الخضار ايه دي؟ والله العظيم ما اعرف اسمها. القطه بس اكلها بعد اذنك. طب انت القطه هتاكل ومهر هياكل وانا ايه؟ انا صبحتها. عايز اقول لك ان الرز والطبيخ ده حلوين قوي والله. احلى من الفراخ؟ لا 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 مفيش حاجه احلى من الفراخ. انت فكرتني بيها ليه؟ انا ما اعرفش والله ان انت ناسيها. بس انا بقول لك في مكرونه بشاميل انت ما جربتهاش خالص. هروح لها دلوقتي. مش تبعك. بس انا مثلا لما بلاقي حد بيقول ايه الرز ده حلو الرز ده وحش بتاع، ان الرز ما عليهوش شكاوي كتير، انما الفراخ مهم قوي بتعرف. طب انت الاكل الحلو بالنسبه لك يبقى عباره عن ايه؟ هو سخن بصراحه. سخن ماشي. سخن يعني انت لو جالك اكل بارد مش هيبقى حلو. يعني انا دلوقتي الريفيور بيقولوا كده عامه، بيقول لك الاكل جه بارد الناس كلها بتقول، ولو كان في المطعم كان خد حق اكتر والكلام ده. ماشي. طب ايه ده؟ حاجه حاجه بقى. انت دلوقتي دقت كل حاجه. دق المكرونه بشاميل. طب بالمره ماشي، هي دي وجبتي المفروض انا اكلها يعني براحتي انا، بس يعني ماشي. انا لا مهتم أنا تعرف انت انت عايز تعمل ريفيو. انا المفروض انصحك. هي ممكن مش لايقه مع الاكل يعني. الرز والخضار احسن منهم. ما هو استحاله يبقى ب 50 ده. طب الناس مقصرين معاك ليه يا عم؟ انا بس يعني عايز اقسم ال 50. انا بس مش مستغرب من حاجه. على قد ما انا ماشي يا فندم. جاي لحضرتك عايش. ايوه عيش وبطاطس وطعميه. والله العظيم هو ده الاكل زي الفل. ما ده مش محتاج ريفيو بقى. بس لا بطاطس مش هينفع تبقى كده، لازم تبقى سخنه. طب بص بقى بص بقى بص، دي ده اختبار.
فود ريفيور ده ايه؟ اي حاجة قدامه بتيجي بيعمل لها ريفيو. حتى لو نزل لك عيش حياة. انت في ايه هتموت ولا لا لا بس ما تخلينش ابص ناحيتك انا بص قدامي ايه؟ طب الوجبة دي بكام؟ او بخمسين كيلو برضه. دي بستين. دلوقتي الريفيو بتعمل ازاي؟ اهم حاجة ده عيش مش مشكلة. هتركز معايا عشان اطلع فاهمك حاجه طيب اقول لك بصراحه اتفضل عشان انت تعبتني قوي والله انا مش هاكل لما انت تخلص لا انا اقول لك الصراحه انا كسبت كسبت ايه كسبت جايزه فقال لي عاوز ايه قلت له انا عاوز اكل كنت جعان ساعتها يعني فافتكرني ان هو كنت انت اكل وبتاع فود بلوجر وكده طيب ماشي هتقول ساكل ايه على التصوير فانا لقيته راح السكه ديت رحت طالب الحاجات دي لكن انا مش ماشي في الفيديو بقى ما هو انا لا ما قلت بالمره يعني يعني هو اتحطينا فاهم فانا ما بعرفش اقيم والله بس انا مبسوط يعني الاكل الفراخ مثلا طعمها حلو اقول انا اقول لك حاجه برضه ايوه بس احس ان ده دكتور يعني احس يعني ايوه يعني انت يجي الاكل يجي لك تاكله وتقول ايه تقول الحمد لله انا زيت بالفراخ خطوه وربيتها معاك سيرتها حطها في عيش انت مش عايزه تظهر في التصوير ولا ايه لا يا عم انا اصلا ما احط انت عارف ان انا مش عايز على انا عايز والله انا بحبك وربنا انا مش عايز اكسفك بس انا عايز والله العظيم بحبك فشخ طب انا عايز اعمل ريفيو الفول والطعميه دول طب وظيف وانا هسمعك لا خلص الاول انت مش هتسمعني طول ما انت مش مركز والله العظيم ده بقى مركز معاك والله ما مركز والله انا مركز مركز ماشي اول حاجه ترص الاطباق كده قدامك عشان ايه تبقى كل حاجه سريعه هنجرب الفول الاول تاخد شويه فول طب بقى ايه تفكر بقى انت اكلت ايه ما تعديهاش على طول ايوه تقوم قال مثلا فول ده فيه ملح زياده انت حاسس كده هو بقى اي حد بيتفرج مش مهم في ملح زياده ولا لا انت حاسس كده ماشي البطاطس المفروض تقول كاريزما انا عامه لما اكل بطاطس المفروض بس عامه من الاكل البطاطس دي حاسسها بايتي فعلا حد عملها في البيت مش من محل طعميه بقى اه في حركه مهمه بقى لازم انا نسيت اقولها لك انك بتمسك الاكل توريه للكاميرا تقعد بقى تعمل كده وتقول للناس بصوا جوه يا جدعان بصوا الطعميه عامل ازاي قوم انت عاد لازم تشرح لي عشان تاكل طب يا عم تاكل والله بس لسه كل والله بجد كل ما بياكلوش في التصوير بياكلوا بعدين انت بتتكسف؟ لا طب كل انا بعلمك ازاي تعمل ريفيو عشان تبقى ريفيو محترم ماشي عايزها؟ بأمانة لا ما حتى لو عايزها والله ما اديها كل كل يا ابني هاكل والله حاضر بس عامة كل جامد والله العيش حلو برضه مش عارف اقول ايه كنت حامي ايه؟ لا انا ماليش اصلا في الاكل ده ايه؟ ماليش في الطبيخ ده والله والله الرز ده لا والله ما انا عايز ادعي والله لا والله لا وقول لي رايك عايز طب بتشرب حاجه تقول مثلا ما مقاطعه ولا ايه؟ لا مش مقاطعه انما بيبسي بقى والكلام ده لا بطلناه بص انا الصراحه مش عايز اعزم عليك لان البطاطس بقى لها كتير وبردت بس عايز يا ابني الله يسلمك والله ايوه مش اتفضل ايه اللي هيودينا بس من المهندسين للدوله مره واحده كده زي الفل لا 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 موتنا والله تبقى بقى تبقى عم سيفن اب وبتاع سيفن سيفن انت اللي بتقول عليها سيفن دي مية لا لا سيفن والله مية والله العظيم مية ايه طعمها ايه بجد يسا مش شايف الصودا شايفها زي مع الكاميرا طيب اهي الصودا اهي فين ما انا مش شايفها برضه لا انا جايبين لي سبريس بس تفاح حلوه رخيصه لا بس غريبه يعني اشمعنى انا جايبين لي حاجه ما انت بقى صاحب البرنامج مش انت كسبان مش انت قلت عايز اكل وبتاع بس مش لدرجه ميه يعني لا عادي والله انا زي بجد بس انا مبسوط انا البتاع دي طعمها تحفه ده رحيم انا عارف
انا مبسوط. انت ايه؟ انا مبسوط والله. انا مبسوط ان انا قاعد هنا اصلا. ده مقلب والله. ماشي. بس هتاكل بجد دلوقتي. والله والله ما هاكل. والله العظيم والله لا والله لا تاكل بجد دلوقتي والله. اقفل اقفل الكاميرا. والله انا قلت ماهر برضه مش هجيب ناكل بالسهل كده، اكيد لازم يعمل حوار قبلها. ما علينا. تمام. لايك بقى وشير وسبسكرايب والجرس والحاجات بتاعت اليوتيوب دي، ويا رب بقى يرجع للشانل تاني عشان زهقت. We'll be right back.